سلام بنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. جيتكم اليوم بوصفه جديده اللي هي بسكوي بودوار او بسكوي على كويار، كل واحد اش تيقول له. اللي هو تنحتاجوه في التيراميسو. اليوم ان شاء الله نحضر معكم بسكوي، والفيديو ديال غدا ان شاء الله ندير معكم التيراميسو. تبعوا معايا للاخير، هاد البسكوي تيجي ناجح وتيجي بنين وتيجي رائع ناجح 100%. هنحتاجوا في المقادير ديال هاد البسكوي هذا، عندي هنا 8 ديال 8 ديال الحبات ديال البياض البيض، فقط 8 بيضات. عندي 125 غرام ديال السكر الثقيل. عندي 5 ديال صفار البيض، او 5 صفار البيض، 5 بيضات يعني. 125 غرام ديال السكر الثقيل، و 125 غرام ديال الدقيق الابيض او الفرز. نبداو على بركة الله. هناخد العجانة او الباتور الكهربائي على حسب المتوفر عندكم. هنوضع فيه بيض البيض، وغادي نخليه يتطرب تقريبا لمدة 5 ديال الدقائق، وغادي نرجع معكم. كيف ما تتشوفوا، من بعد ما طربتو 5 ديال الدقائق يعني تقريبا نصف، يعني طلع ما طلعش كله، غنوضع ليه 125 غرام ديال السكر الثقيل ونخليه يتطرب تقريبا لمدة 10 ديال الدقائق، حتى يولي ليا كي الثلج، يعني يعقد ليا الخليط ديالي مزيان ويولي قاصحي. من بعد ما داز 10 ديال الدقائق، انتم كيف ما تشوفوا الخليط ديالي تمسك ليا جيدا. من بعد ندوزو نصوبوا العجين الثاني، اللي هو عباره على 5 صفار ديال البيض. ناخد اناء اللي نوضع فيها صفار البيض، ثم نوضع عليه سكر ثقيل 125 غرام، وببساطة الخلاط اليدوي، استسمح بوسط الخلاط اليدوي، ونبدأ نحرك هكا جيدا حتى نطلع داك الصفار البيض ديالي وداك السكر الثقيل حتى يولي ابيض. واحد تقريبا 5 ديال الدقائق هكا كنبدا نطربو حتى يبيض ليا. كيف ما تشوفوا، من بعد 5 ديال الدقائق انتم كيف ما تشوفوا كيجي القوام ديالو داك الصفار ولا ابيض. غنضيف ليه 125 غرام ديال الدقيق، وغادي نبدا التحريك حتى يتجانس ليا مع بعضو. من بعد ما حركت جيدا مع الدقيق ديالي، انتما تشوفوا القوام ديال البيض، البيض هنا قلبته يعني ما سقطش ليا، خاصو يعقد لكم مزيان بغيتو الوصفه ديالكم تكون ناجحه 100%. غادي ناخذ واحد القليل فقط من داك بياض البيض ونحرك يعني بشكل طبيعي، ما تخافوش يعني حركو بشكل عادي يعني ماشي بشويه، ما تخافوش انا زعما يتهرس لكم البيض. فقط انا درت هاد الحيله هادي غير باش العجين ديالي ما تبقاليش في الجناب وما تبقاش ثقيله، تخفف معايا واحد شويه عاد نكمل. كيف ما تلاحظوا هذا هو القوام ديال العجين ديالي بعد ما خففته واحد شويه. دابا عاد نوضع هذاك بياض البيض اللي عندي كله، بياض البيض وسكر ثقيل، غنوضعو كله في داك الاناء مع داك العجين. من بعد ما وضعته كله، غناخد سباتولا ديالي وعندي نبدا نحرك من التحت للفوق يعني غير بشويه. انا هنا راني مسرعه الفيديو واحد شويه، ما تسرعوش غير بشويه باش ما يتهرس لكمش هذاك البيض ديالكم. من بعد ما خلطته كامل، جبت البوش او الجيب الحلواني بهذا الشكل هذا، حيدت له الراس ديالو، فقط نكتفي به، او ممكن انكم تستعملوا بلاستيك غذائي اللي بغيتو. عمرته، انا وضعته في هذا الفنجان وعمرته من الداخل، وفقط خديت واحد اللاطه اللي عند خلال الفرن، درت لها ورق الزبده، ضروري من ورق الزبده باش ما يلتصقش معكم، ونبدا ندير اشكال بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما كملت اللاطه ديالي كيف ما تشوفوا، انا عطاتني هنا ثلاثه من هاد اللاطات ديال الفرن، يعني ثلاثه عامرين تجيني بكميه وفيره جدا. من بعد ما عمرتهم كاملين، ناخذ هنا سكر سنيده اللي نوضعو بهذا الشكل هذا من الفوق. هنا انا كنت درت الفرن ديالي سخون على 170 درجه، غنوضعو من الفوق تقريبا لمده 20 دقيقه حتى 25 دغيا يطيب ونرجع معكم. من بعد ما طاب ليا البسكوي ديالي كيف ما تشوفوا تيجي على هذا الشكل هذا، انا خليته يتحمر واحد شويه. نتمنى انكم تجربوا، تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم وتعليق ديالكم، وتزيدوا تدعموني اكثر في المشاهدات باش نزيد نعطي اكثر واكثر ان شاء الله. شكرا لكم بزاف المتابعه، شكرا، باي باي.